استكمال المحاضرة اللي فاتت، في جزء كان له علاقة بالمسامية والنفاذية، واحنا قلنا هنعيد نشرحه بعد شوية عشان نجهزه. المسامية والنفاذية هي عبارة عن خاصية من خواص التربة، تميز بها التربة، وهي مرتبطة بشكل أساسي بحجم الحبيبات، مرتبطة بحجم الحبيبات. فلو كان في عندي نوعين من التربة A و B، وكان حجم الحبيبات في A صغير زي ما تشوفين هنا، بينما حجم الحبيبات في B كبير، هنلاحظ انه هنا صح في عندي حبيبات كثيرة، ولكن بما انها حبيبات كبيرة فان الفراغ المحصور بين هاي الحبيبات راح يكون صغير، الفراغ هذا راح يكون صغير، بينما الفراغ بين الحبيبات الكبيرة حيكون كبير. الآن المسامية هي عبارة عن عدد الفراغات هذه، يعني هل العدد كثير للمسامات ولا العدد قليل، بغض النظر عن حجمها، يعني هل الفراغ كبير أو صغير مش مهم، المهم العدد تاع الفراغات. هنا عدد كثير وهنا عدد قليل، لكن هنا بنلاحظ في عندي حجم كبير للفراغ وهنا حجم قليل للفراغ. يبقى أول شيء علاقة حجم الحبيبات بالمسامية والنفاذية، كلما زاد حجم الحبيبات كلما زادت النفاذية، كلما قل حجم الحبيبات كلما زادت المسامية. يعني العلاقة بين المسامية وحجم الحبيبات علاقة عكسية، العلاقة بين المسامية النفاذية وحجم الحبيبات علاقة طردية. كل ما كانت الحبيبات كبيرة زي هيك كل ما كانت النفاذية أكبر، وإحنا قلنا تعريف النفاذية هي عبارة عن قدرة المادة على إنفاذ أو إمرار الماء، على إنفاذ أو إمرار الماء. شفنا المية بتيجي من هنا بتنزل تحت بدون أي ممانعة. لو حطينا لتر، لو حطينا هنا لتر حيطلع من هنا لتر، لكن هنا لو حطينا هنا لتر حيطلع من هنا مثلا 100 ملي، صار في ممانعة. وبالتالي حجم الحبيبات شو علاقته بالمسامية؟ كل ما زاد حجم الحبيبات كل ما قلت المسامية، والعكس كل ما زاد حجم الحبيبات كل ما زادت النفاذية. يبقى هنا بنتكلم عن عدد الفراغات والمسامات، هنا بنتكلم عن حجمها، الحجم هنا أكبر. هنا عدد الفراغات والمسامات هنا أكبر من بي، بينما هنا عدد الفراغات أقل من A، أقل من A، بينما حجم الفراغات هنا أكبر، حجم الفراغات هنا أكبر، هنا أقل من A، هنا عدد حجم الفراغات أكبر من A. طيب يبقى مسامية في هذه الحالة بسميها مسامية عالية، وبالتالي بدها مسامية عالية يبقى نفاذية قليلة، وهنا في هذه الحالة بسميها مسامية قليلة لكن النفاذية تبعتها عالية. وهنا القانون بيقول كلما صغر حجم الحبيبات كلما زادت المسامية وقلت النفاذية. اوكي طيب، يعني مثلا بنلاحظ ان الرمل، بنلاحظ ان الرمل يتميز، هنا رميل مثلا وهنا طين، الطين حبيباته صغيرة يعني مساميته عالية يعني نفاذيته منخفضة، الرمل حجباته كبيرة يعني مساميته منخفضة أو قليلة يعني حجمه يعني نفاذيته كبيرة، زي الجدول اللي أخذناه قبل شوية تكلمنا فيه عن علاقة بين المسامية والنفاذية والاحتفاظ بالماء والتهوية والكلام هذا كله. يعني لو أنا بالأخير هنا عنده قدرة على الاحتفاظ بالماء لأن قطرات الماء راح تبقى مرتبطة ومتماسكة بما يعرف بقوة التوتر السطحي حوالين الحبيبات، وزي ما شايفين هنا 1 2 3 4 5 6 7 قطرات ماء افترض نزلت على المنطقة، لكن اللي طلع اللي سمح بالنفاذ هو عبارة عن 2. هنا في الرمل
مجموعة من الماء قطرات الماء سقطت عليها، اللي سقط هو نفسه اللي نفذ، اللي سقط هو نفسه اللي نفذ. يبقى هنا بنوضح الفرق بين المسامية والنفاذية، أصبح الوضح الفرق واضح. وزي ما قلنا يترتب على المسامية العالية بترتب عليها إيش؟ بترتب عليها حبيبات أصغر، كمان تهوية أقل، تماسك أكبر، نفاذية أقل، زي مين هنا؟ زي الطين. النوع الثاني اللي هو الرمل، بتكون تبعته المسامية قليلة مقارنة بالطين، قليلة مقارنة بالطين، يترتب عليها إنه عندي نفاذية أعلى، عندي تماسك أقل، تهوية أعلى، قلنا هنا تهوية أعلى، نفاذية، تماسك، ومسامية زي ما قلنا قليلة. ويعطيكم العافية. مهم جدا الموضوع هذا، بيجي هذا في الصح وخطأ، بيقول لك مثلا المسامية العالية يعني التهوية أقل ولا أكبر، تماسك أكبر ولا أقل، نفاذية أقل أو أعلى، حجم حبيبات أكبر ولا أقل، زي هيك. وبالتوفيق.